السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد هأجرب فيه معاكم طرق ومعتقدات عن تبيض الأسنان في المنزل. هذه الطرق اشتهرت كثير على وسائل التواصل الاجتماعي وفي فيديوهات كثيرة نزلت، وأنا اليوم هتكلم عنها وهجربها وهوريكم طرق إنكم تعملوها وهل هي فعلا بتبيض الأسنان ولا لا. أكثر الطرق اللي انتشرت على الإنترنت هي تبيض الأسنان عن طريق الفحم أو بودرة الفحم، وتبيض الأسنان بالليمون والبيكربونات اللي هي عن طريق تبيض دكتور أوز، وعندنا تبيض الأسنان بالكركم وزيت جوز الهند. هأجرب معكم الثلاثة طرق هذه على أسناني وهوريكم هم كيف قاعدين يعملوها في المواقع، وهوريكم الطريقة الصحيحة لو انتم مثلا فكرتوا كيف تعملوها، وهل هذه الطرق الثلاثة هتخليكم تحصلوا على ابتسامة النجوم ولا لا. أول حاجة قبل ما أتكلم عن هذه الطرق الثلاثة حابة أوريكم أنواع التصبغات اللي بتصيب الأسنان. عندنا تصبغات داخلية وتصبغات خارجية. التصبغات الداخلية اللي هي بتكون أساسا في طبيعة الأسنان، هي بتظهر للإنسان داخل أسنانه كده من أول ما يتولد بيها وتضل معها، بس التصبغات الخارجية هي بتكون الأسنان بيضاء بس بتكتسب تصبغات خارجية من القهوة والشاي والغازيات. بودرة الفحم أول حاجة، لأنه بودرة الفحم أو الفحم أخذ يعني صيت كبير. طبعا كلنا عارفين أنه الفحم مركب صخري عبارة عن كربونات، كربون وهيدروجين ونيتروجين، تمام. وفي المركب الفحم المعدني اللي هو فيه معادن، في الفحم النباتي اللي هو بيجي عن طريق حرق أخشاب الأشجار. هو طبعا معروف أنه هو مصدر أساسا للوقود، بس انتشر أنه له فوائد طبية عديدة. هذه أنا هوريكم حبيت أجربه، بس أنا صراحة جربته على سن واحدة لأني جدا يعني الطريقة هذه جدا خاطئة. في ناس بيستخدموا بالبودرة ومعها فرشة الأسنان، يعني يحطوا بودرة الفحم على فرشة الأسنان ويبدوا ينظفوا أسنانهم، وفي ناس بياخدوا أساسا الفحم نفسه وبيدعكوا أسنانهم. طيب أنا لما حطيت بودرة الفحم، طبعا لو هتعمل التجربة دي نهائي ما تستخدمي فرشة الأسنان ولا تستخدمي الحجر نفسه تفكي بيه أسناني، خدي شوية من البودرة وحطيها على أسنانك، تمام. أنا لما أخذت شوية من البودرة وحطيتها على أسناني كل حسيت أني أنا قاعدة أحط حاجة خشنة وقاعدة يعني أحك سطح المنزل، يعني بالعربي التصبغات بتروح عن طريق الخدش، نعمل خدش للتصبغات اللي في الأسنان، بيتم إزالتها بالفحم وبيظهر لون المينا، بس ما بيحصل تبيض، بس كل اللي بيحصل إنه خدش للطبقات. الناس بتكررها كتير فبتبدأ تخدش طبقة المينا وتزيل طبقة المينا تدريجيا، فبيجوا ناس كتير بعد استخدام بودرة الفحم أسنانهم صفرة لأنهم شالوا طبقة المينا. تاني حاجة هتكلم عن تبيض الأسنان بالليمون والبيكربونات. طبعا الليمون لما يتخلط مع البيكربونات بدينا مركب كيماوي، أنا هوريكم دالحين هو كيف حيتفاعل. مشكلة التبييض عن طريق الليمون والبيكربونات انه جدا يعني قوي على الاسنان، ما ينفع انه هو انك تجربي الطريقة دي كذا مرة، لانه بتأكيد حيجيك حساسية في الاسنان، حيحصل عندك تآكل في الاسنان، حيحصل انه لون اللسة هيبدأ يفتح لانه المركب جدا حمضي. اول ما ابدأ اضيف بودرة البيكربونات اضيف عليها نص عصير ليمون، بيبدأ معايا التفاعل زي ما انتوا شايفين كده، بيبدأ يعني تكون عندي رغوة، تفاعل في رغوة يعني فقاقيع، بيجلس كده يعني طول الوقت، يعني انه هو بيكون بيتفاعل وبيعمل رغوة وفقاقيع. حتى لو ما حاولت اني امزجهم مع بعض عشان اني اعمل زي معجون كده اقدر احطه على اسناني كده، برضو للآن لو لاحظين بيتفاعل بيفور يعني معايا. المهم لما حطيته على أسناني تقريبا تعتبر دي الخلطة أكثر شيء قريبة،
انها تعمل لك تنظيف، يعني انها هي تشيل كل التصبغات، بديكي نفس الاحساس زي كانك عملتي جلسه تنظيف وتلميع في العياده. بس مشكلتها اني اول ما حطيتها حسيت بانه هي حاره مره، يعني حاره على اللثه والشفايف، صعب ان الواحد يستحملها. كمان انه هي بعد شويه بتحسي، بعد ما غسلت اسناني حسيت بالم مع البارد. يعني مشكلتها انها هي ما تنفع تتعمل كذا مره، المفروض تتعمل مره واحده بس في حاله ان انت ما انت قادره تمشي العياده تعملي تنظيف، لانها بتعمل تاكل لطبقه المينا لانه التفاعل جدا حمضي. واخر حاجه حتكلم عنها هي وصفه الكركم وزيت جوز الهند. طبعا يعني الكركم اساسا اصفر، فانا بتخيل انه هو بتغلغل هذا اللون الاصفر في مسامات الاسنان، بالتالي هو حيصفر الاسنان، ابدا ما حيعمل طبيب. بس حوريكم هي كيف بتتعمل وحوريكم النتيجة بعد ما أنا عملتها. عادة بياخدوا جزء من زيت جوز الهند العضوي تقريبا معلقة، وبيضيفوا عليها بودرة الكركم، تمام، وبيعملوا مزيج متجانس زي المعجون. طبعا يعني مفروض جوز الهند العضوي يكون جامد شوية لما تيجي تعمل الخلطة هذه، بس نحن هنا عندنا الأجواء حارة فما كان عندي إنه هو جامد، يعني شوية دين. وأضفته على بودرة الكركم، كل اللي حسيته لما حطيته على أسناني إني أنا قاعدة أحط حاجة خشنة، وإني أنا مع التحريك قاعدة أخدش بس في طبقة المينا حقت أسناني، يعني إزالة التصبغات عن طريق الخدش. ما حسيت في فرق كبير بعد ما غسلت أسناني، حسيت لونها أصفر. غسلتها كتير عشان يعني اللون الأصفر يروح حق الكركم، بعدين اضطريت إني أنا أغسل أسناني بالفرشة والمعجون عشان يعني أبعد هذا اللون الأصفر. فجدا هذه الخلطة يعني ما بنصح فيها، لأنه ما شفت فيها نتيجة كده زي مثلا مقارنة بالبيكربونات والليمون، يعني أخذت صيت أكتر من ما هو بس ما فيها شيء يعني. تمام، أتمنى إن الفيديو يعجبكم. الفكرة من الفيديو إني بس أوضح للناس بعد ما إني أجرب في نفسي إنه هذه الطرق فعلا هي بس يعني أخذ الصيت مع الإعلام، وهذه الطرق يعني ممكن فعلا تلمع شوية، تنظف الأسنان تلميع، بس إنها هي تعطيكم التأثير حق تبييض الأسنان اللي بتشوفوه في النجوم وبتشوفوه مع ابتسامات النجوم. أبدا ما بيحصل كده، بالعكس كل ما أنتوا تكرروا تعملوها بتزيدوا ضرر على أسنانكم، بتخدشوا المينا، بتزيدوا الصفار اللي في أسنانكم، لأن الطبقة اللي تحت المينا طبقة العاج هي طبقة صفراء، طبقة المينا هي الطبقة الوحيدة البيضاء. فنحن لازم نحافظ على طبقة المينا إن هي تكون قوية وتكون سليمة وما يحصل فيها تآكل عسى ما نتعرض للحساسية وعسى ما تكون أسناننا لونها. نصيحتي أنا إن الحصول على أسناننا بيضاء، خصوصا المدمنين القهوة والشاي، إنهم على طول يغسلوا أسنانهم بعد ما يتناولوا القهوة والشاي عشان يزيلوا على طول الصبغيات وما تدخل في مسامات الأسنان وتأثر على الأسنان. تاني حاجة بنصح إنكم تنظفوا أسنانكم عادي يوميا، كل ما نظفتوا أسنانكم بطريقة صح بالمعجون الصحيح هتحصلوا على الأسنان البيضاء. ابتسامات النجوم ما يمكن الحصول عليها إلا عند طبيب الأسنان وزيارة عيادة الأسنان وطلب عمل ابتسامة نجوم. أتمنى إنه الفيديو يعجبكم، أتمنى إنه تعملوا شير للفيديو عشان كمية من الناس تستفيد، أتمنى إنكم تعملوا لي لايك للفيديو، وفي أمان الله.